السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجلة نيويورك تايمز بتنزل مقال هام جدا حول دفع إسرائيل سكان قطاع غزة للتوجه نحو مصر. المقال عنوانه إسرائيل بهدوء بتدفع مصر لقبول مزيد من أو عدد كبير من سكان قطاع غزة على أراضيها. والحقيقة أن المقال بيعرض أو بيعلن عن معلومات خطيرة جدا. المعلومات دي بينقلها عن 6 مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى. طبعا المصادر غير مصرح ليها انها تذكر تلك المعلومات، عشان كده ما بنعرفش اسم الشخص اللي بيذكر هذه المعلومات. لكن على كل حال انا بقولك معلومات في غاية الاهمية والخطورة. خلينا نقول لحضرتك معلومات ايضا اضافية من مقالات اخرى قبل ما نقلك مصدر المعلومات الاساسي. والمعلومات اللي اقولها لك ايضا لا تقل اهمية عن هذه المعلومات. اولا موقع سكاي نيوز مش العربي الانجليزي بينقل عن هدنة لمدة 4 ساعات خلال الساعات القادمة. الخبر بيتحدث عن هدنة لكن التفاصيل لم تذكر، ولو ما حصلش ان كان في هدنة فهيبقى فيه شيء ما حصل في تفاصيل الاتفاق، لانه ايضا هناك خبر بيتحدث عن انه بالامس او الساعات الماضية قام وفد من حركة حماس بزيارة القاهرة للقاء مدير المخابرات العامة المصرية. انا بتكلم عن قيادات في حركة حماس زي اسماعيل هنية وخالد مشعل وخليل الحية. تفاصيل اللقاء لم تظهر بعد، ولكن الحديث عن الهدنة بيتماشى ايضا مع اللقاء. رقم 3 لقاء امير قطر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودول الدولتين الاكثر فعالية في موضوع الوصول للتهدئة والهدنة الانسانية، ودول الدولتين الاكثر فعالية في موضوع ايضا تبادل الاسرى او الافراج عن بعض الاسرى مقابل ساعات من الهدنة. بنتحدث عن 15 اسير لدى حركة حماس مزمع ان يتم اطلاق سراحهم. معظمهم بيحمل ازدواج الجنسية ومعاهم جنسية امريكية واوروبية. دي الاخبار المتاحة حاليا فيما يتعلق بهذا الامر، بالاضافة لانه غدا ستعقد قمة في الرياض. فالاحداث المتلاحقة بتقول ان هناك شيء ما يلوح في الافق، وان هناك ايضا ضغط عربي بدأ يزداد شيئا فشيئا خلال الساعات الماضية وايضا خلال الايام القادمة. لكن عايز اقولك ان مقال نيويورك تايمز بيتحدث على انه اسرائيل بتدفع نحو قبول مصر بمزيد من الفلسطينيين على اراضيها. المقال بيقول اسرائيل لم تدعو لذلك علنا لكن دعت اليه في الغرف المغلقة. خلينا اوضح لحضرتك، اسرائيل بتتصل بالمسؤولين الغربيين سواء في امريكا او بريطانيا او الحلفاء اللي بيدعموها على مدار الساعة في الاوضاع الحالية. فاسرائيل بتنقل لهم الفكرة بشكل ايجابي. يعني ايه بشكل ايجابي؟ يعني بتجيبها لهم من وجهة النظر اللي فيها ان احنا بنعمل خدمة انسانية لسكان قطاع غزة، بننقلهم من تحت النار نوديهم مكان امن. رقم 2 هنعمل لهم خيام على الحدود المصرية مباشرة، مش هندخلهم داخل مثلا مدينة العريش، لا هو بجوار الحدود، بحيث انه نقوم بمحاربة حماس، الانتصار عليها، ثم استعادة هؤلاء السكان لموقعهم وعودتهم لأراضي قطاع غزة. ده الكلام اللي بتنقل، وده الكلام اللي بيقال في الغرف المغلقة وفي الاتصالات الهاتفية اللي بيقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يبقى هنا بنتكلم على نقل الموضوع بشكل إيجابي بحيث ان الطرف الآخر يقبل هذا الموضوع. طيب نيويورك تايمز بتقول الأطراف الأخرى بتقبل ولا بترفض؟ أولا هي بتتحدث عن رفض الغرب لهذه الفكرة. ليه؟ لأن هم بيقولوا أن ده في زعزعة لاستقرار مصر وزعزعة لاستقرار شبه جزيرة سيناء. رقم 2 مصر بحسب المقال ظلت تحارب ل10 سنوات لاستعادة الاستقرار في سيناء. فأنت ما تصدق أنك تيجي على موقع زي ده يحصل فيه ثبات واستقرار، تيجي ببساطة تشعل الأمور مرة أخرى بعد ما استقرت هذه الأمور. رقم 3 أنت هنا هتشن أو الفلسطينيين لما يجوا أراضي مصر بالنسبة لوجهة النظر اللي بتنقل من الغرب، لما الفلسطينيين ينتقلوا إلى الأراضي المصرية هيحصل توتر، هيشنوا هجمات على إسرائيل من حدود مصر فيحصل مشاكل ما بين الدولتين، بالإضافة لزعزعة الاستقرار داخليا، وده عامل أساسي في رفض الفكرة. دي كانت التحفظات اللي بتنقلها بعض القوى الغربية. لكن خليني أقولك أنه المجلة بتقول أنه مش كله كان رافض الفكرة، هناك بعض المؤيدين للفكرة. حكومة الكيان على المستوى العلني لا تعلن ذلك، يعني ما بتقولش ان انا
مع فكرة ترحيل المواطنين الفلسطينيين من القطاع، لكن بتظهر تقارير بتتحدث عن تداول الأمر على الصعيد الحكومي، بما فيها تقرير الاستخبارات الإسرائيلية اللي قالت في يوم 13 أكتوبر أنه هناك فكرة بنقل الفلسطينيين إلى أراضي سيناء. وطبعا حينما سئل مكتب نتنياهو على هذا الموضوع رد وقال إنها مجرد ورقة أولية، لم ينفي طبعا صحة التقارير. المعلومات اللي بينقلها المقال بتتحدث أيضا على إنه هذه الدول قالت لإسرائيل المهم إن مصر توافق، هذه الدول أكدت لإسرائيل أن مصر لن توافق، وبالتالي هنا الموضوع دخل في حيز دخول مصر كلاعب أساسي وهو العامل الأساس في هذا الأمر. خلينا نقول لحضرتك كمان إنه المقال بيتحدث عن أصوات في الحكومة الإسرائيلية تنادي بذلك علنا، سواء في الأعضاء الحاليين أو في أعضاء الكنيسة أو في أعضاء سابقين. داني دانون وده عضو في الكنيسة حاليا عن حزب الليكود، وده الحزب الحاكم، الحزب اليميني المتطرف، وأيضا يعتبر هو سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة الأمريكية سابقا، تحدث عن ضرورة نقل سكان قطاع غزة خارج القطاع إلى أراضي جمهورية مصر العربية، لأنه ده هيكون بمثابة تسهيل للهجوم البري وإعطاء الفرصة للقوات لتقليل خسائرها أولا ولتصفية حساباتها والقضاء على المقاومة في قطاع غزة. عندك أيضا إيريل كالنر وده عضو في الكنيسة الإسرائيلي عن حزب الليكود، بيطالب بنكبة جديدة، نقل السكان إلى سيناء وتهجيرهم والتسبب في نكبة جديدة، بالضبط زي ما تحدث عمحاي الياهو وزير التراث العبري اللي قال نفس الفكرة واللي تحدث عن نفس الأمر، وتحدث أيضا بالإضافة لإلقاء القنبلة النووية على القطاع. طيب احنا هنا أمام اقتراح إسرائيلي بأنه يكون هناك إدارة دولية للقطاع. مصر بترفض هذا الاقتراح تماما، سواء اقتراح بأنه مصر تدير القطاع أو أنه هناك قوة دولية تدير القطاع. إسرائيل بتقول قوة دولية ثم هذه القوة تعيد إعمار القطاع، تسلمه للسلطة الوطنية الفلسطينية بعد ذلك، لأن إسرائيل هنا بتخطط للقضاء على حركة حماس، ومصر بترفض أساسا فكرة القضاء على حركة حماس والمشاركة في ذلك، وده كلام نقلناه لحضراتكم خلال الساعات الماضية. مصر ترفض ذلك الأمر وبتعتبر أنه حماس وجودها مهم لاستقرار شمال شرق الحدود المصرية مع قطاع غزة. السلطة الوطنية الفلسطينية بترفض الاقتراح. ترفض ليه؟ قالت لك أنا مش هقدر أدير قطاع غزة بدون ما يكون في حل للدولتين. مصر أيضا عندها تحفظ في إدارة قطاع غزة، لأنه مصر الدولة عندها أعباء اقتصادية وعندها لاجئين كثر في الأراضي المصرية، وبالنسبة لإدارة قطاع غزة فهو عبء ثقيل تخشى أي دولة أنها تديره، لأنه هيمثل عبء اقتصادي وعبء أمني على أي دولة تدير قطاع غزة. مجلة نيويورك تايمز لما سألت مكتب نتنياهو على هذا الموضوع بخصوص التقارير اللي بتتحدث من 6 مصادر رسمية رفضت ذكر اسمها على دفع إسرائيل مؤخرا خلال الفترة الماضية نحو تهجير الفلسطينيين لسيناء، رفض مكتب نتنياهو التعليق. فطلبت المجلة الحكومة المصرية عن طريق المتحدث، أحد المتحدثين باسم الحكومة المصرية، رفض أيضا التعليق وأشار لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي السابق اللي تحدث فيه عن رفض مصر القاطع لهذا الأمر، وقال إن ده بيعتبر تصفية للقضية الفلسطينية وإن مصر لن تقبل بذلك. خلينا أقول لك إن عمحاي نفسه طالب بعودة الجنود الإسرائيليين لقطاع غزة واحتلاله اللي كانوا بيحاربوا فيه سابقا، وطالب بإعادة 21 مستوطنة اللي كانت موجودة في القطاع سابقا وعودة من كانوا فيها من المستوطنين. متخيل؟ ده حديث وزراء في حكومة بنقله لك حول واقع بيحدث بجوار جمهورية مصر العربية وبجوار الأردن، لأنه الحديث هنا بمطالبات بالنقل من الضفة، بالنقل من غزة، بالنقل مش بس لمصر، لدول الجوار وحتى لبعض الدول الغربية. يعني ده كان الحديث بشكل ملخص ومختصر عن آخر التطورات والأحداث. ربنا يحفظ مصر ويحفظ فلسطين. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.